ثالثا يطالب العلماء الحكومة الهندية بالاعتذار الرسمي الصريح الواضح عن هذه الإساءات واتخاذ إجراء مناسب قبل من قام بهذه الجريمة وباحترام المسلمين في الهند والكف عن التضييق عليهم في شعائرهم وفي معاملاتهم وفي حياتهم، إذ يشكلون عددا ليس بالقليل، إذ تقارب النسبة ما يصل إلى 20% من عدد سكان الهند. ونذكر أهل الهند بأن الإسلام دخل إلى بلادهم مبكرا وطواعية بالأخلاق السامية التي هي من صميم هذا الدين، وظل الإسلام يحكم الهند زهاء 8 قرون. رابعا، يطالب العلماء منظمة التعاون الإسلامي أن تدعو لعقد قمة عاجلة تناقش فيها هذه الإساءات وتوصي إلى وضع قانون ترفعه إلى الجهات الدولية لتجريم هذه التصرفات التي تتوالى وأصبحت بوتيرة متصلة، مع التوصية والإلزام بوضع عقوبات ناجزة لمن يقوم بذلك، وهذا أمر موجود تجاه ديانات ومؤسسات أخرى، حتى يردع كل من تسول له نفسه من فرد أو جهة أو حزب أو حكومة يسيء إلى أي نبي مرسل أو إلى أي كتاب منزل. خامسا، ندعو إخواننا العلماء والدعاة والخطباء في مشارق الأرض ومغاربها لأن تكون الجمعة القادمة وأن تكون المنابر صادعة بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرفعوا أصواتهم إلى حكوماتهم وإلى دولهم لبيان مواقفهم الجادة من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.